استحضر معرض الاتصال مسيرة 50 سنة من إنجازات قطاع الاتصال. وزير الاتصال محمد السعيد الذي رافقه وفد وزاري هام طاف بمختلف أجنحة المعرض الذي تقاسمت عرضها كل من مؤسسة التلفزة العمومية، الإذاعة الوطنية، ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، ووكالة الأنباء الجزائرية، الوكالة العمومية للنشر والإشهار، إلى جانب المركز الدولي لوثائق الصحافة. كما كان للوزير تفقد لمختلف الجرائد الورقية الوطنية، وقد تنافست المؤسسات العارضة من أجل تقديم إنجازاتها واستراتيجياتها التكنولوجية في مجال الاتصال الذي أثنى عليها الوزير، وعلى كل الجهود التي تبذل عبر مختلف خلايا الاتصال من أجل الارتقاء بهذا الصرح الإعلامي الكبير. وزير الاتصال لمس توفر واعتماد هذه الأجنحة على أحدث تقنيات وتجهيزات البث الرقمي المعتمد لدى أهم الدول الرائدة في القطاع. بجناح الإذاعة الوطنية بدأ صوت الجزائر مكافحا من أجل جزائر حرة مستقلة. صوت الجزائر تحت عنوان صوت الجزائر العربية تشكل. صوتا دوى عاليا بفضل نخبة من الرجال أمثال عيسى مسعودي، كمال داودي، مدني حواس، بلعيد عبد السلام، محمد صوفي، عبد الرحمن الغواطي وغيرهم. ورافقت الإذاعة بصوتها مرحلة البناء والتشييد، ثم صارت مع مرور الوقت جزءا لا يتجزأ، بل قل الصوت الأقرب والدائم لكل فئة المجتمع وفعالياته الثقافية والسياسية الفنية والشبانية. ويحرص القائمون على الإذاعة والكل حريص على سير العمل، ويتكامل الجميع من صحفيين وتقنيين وعمال إنجاحا للعمل وإرضاء للجمهور العريض الذي صار من خلال هذا المعرض في تلق ولقاء مباشر بالمنشطين والإذاعيين والبرامج الإذاعية المفضلة لديه.
وزير الاتصال السيد محمد سعيد هو الآخر كانت له إطلالة ثانية وبشكل مباشر على مجريات العمل الإذاعي الذي لاقى استحسانا كبيرا من طرف زوار المعرض. من جانبه حي المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل كل مجهودات العاملين بالإذاعة الوطنية بكل قنواتها الوطنية الموضوعاتية والمحلية، مؤكدا على دور الإذاعة الدائم والمتميز في مرافقة كل مراحل بناء وتشييد هذا الوطن العزيز، ولا زالت هي كذلك. أعتقد يعني بكل فخر وبكل ارتياح أن معرض قطاع الاتصال عموما وجناح الإذاعة الجزائرية خصوصا قد عكس فعلا تاريخ الجزائر الحافل بالبطولات، عكس نشأة الإذاعة الجزائرية الإذاعة المكافحة، وعكس كذلك الإنجازات التي تمت في هذا القطاع وفي القطاع الإذاعة. فطيلة أيام هذا المعرض سواء كانت المعروضات سواء كان عمال الإذاعة من صحفيين ومنشطين وتقنيين ومخرجين وكل فئات العمالية اللي كانوا يعني مجندين طيلة هذه الأيام، والبرامج يعني التي أعدوها وقاموا بمثلتها انطلاقا من هذا الجناح وعد الزوار ونوعية الزوار لهذا المعرض تعكس التطور الذي حصل في الإذاعة من الأيام الأولى للاستقلال. تعلمون جيدا الإذاعة في بداية الاستقلال كانت عبارة على قنوات موروثة عن أقسام كانت موجودة بالإذاعة الاستعمار، ولكن منذ ذلك تطورت الإذاعة كثيرا سواء كان من حيث عدد القنوات أو من حيث التجهيزات أو من حيث حجم الساعي للبث أو من حيث نوعية البرامج أو من حيث قيام هذه الإذاعة عبر كل سنوات الاستقلال اللي هي 50 سنة، واليوم نبدأ يعني سنة جديدة اللي هي سنة 51، رافقت التنمية، رافقت المواطن، رافقت السلطات في المجهودات التنموية ومجهودات بناء هذا الوطن، بناء كل مناطق هذا الوطن، والإذاعات الجهوية تشهد على هذا في عملها اليوم. أنا مسرور جدا مسرور جدا بالعمل المهني المتميز الذي يقوم به كل عمال الإذاعة سواء كان موقع الإذاعة أو القنوات الوطنية أو القنوات الموضوعاتية أو القنوات المحلية. أنا مسرور مرتاح فخور وأعتز أنني من بين هذه الأسرة، واحد من هذه الأسرة، وأعتز كذلك أنه كان لي يعني الحظ وكان لي الشرف أن نكون على رأس هذه المؤسسة التي قضيت فيها أكثر من 38 سنة في هذه الفترة التي تحتفل بالخمسينية. فبارك الله فيكم جميعا، ونتذكر كذلك الذين غادرونا رحمهم الله، ونتذكر كذلك الذين غادرونا يعني للتقاعد، فنتمنى لهم يعني كل الشفاء وكل الراحة والمستقبل أحسن، إنجازات ستكون أعظم، وهذا البلد عظيم بإنجازاته وعظيم مستقبله، عظيم بمؤسساته، عظيم بشبابه، وبارك الله فيكم. أعترف للسادة الوزراء السابقين الحاضرين فعلا والحاضرين حكما بجهودهم في إدارة الفكر الاتصالي في الجزائر، وهو يتموضع بين أحلام وآمال المواطنين وأعمال واجتهادات المسؤولين في الاستجابة لهذه الآمال، تتموقع بين ما هو كائن فعلا في واقع الناس وإمكانات المؤسسات وما يجب أن يكون وجوبا في جزائر يستحقها كل الجزائريين. نعترف ونتعرف على السادة الوزراء قادة الإعلام والاتصال في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم، وهم الذين حمل بعضهم إضافة إلى الاتصال.
سعادة مقام الوزراء، أهلا بكم في هذا التكريم قبل البدء لصاحب هذا التكريم معالي الوزير محمد سعيد. كلمة مناسبة احتفالنا بالأمس بالذكرى 51 يسترجع السيادة الوطنية والاستقلال وعيد الشباب، متمنيا أن تعود عليكم في هذه المناسبات لمزيد من الازدهار والازدهار والاستقرار ورفعة الشعب وعزة الوطن. إن هذا الحفل الاختتامي فرصة لتكريم وجوه ساهمت أو نالت شرف المساهمة في بناء الدولة عبر قطاع الاتصال. غداة الاستقلال كان البث أو المحطة البث المحدود جدا للإذاعات، لم يتعدى مجال هذا البث ثمانية مدن. اليوم أصبحت لنا 56 قناة وطنية إذاعية تغطي مع التلفزيون ما يتجاوز 90% من الكرة الوطنية. شكرا لكم جميعا على تشريفكم لنا في هذا الحفل الكريم. بدوره أعرب المجاهد ووزير الإعلام الأسبق لميم بالشيشي عن رضاه للتطور الكبير الذي وصل إليه القطاع قطاع الإعلام في البلد، لكن يصر بالشيشي على العمل العجيب للإذاعة في كل وقت. اليوم أني لاحظت بأن الإمبراطورية الآن كاين 48 إذاعة محلية، كاين عدة إذاعات يعني تيماتيك الواقعية، كاين تطور كبير جدا بالنسبة للإذاعة. الإذاعة تسمعها في الظلام، الإذاعة تسمعها وانت تسوق سيارة، الإذاعة تسمعها وانت على ظهر جمل يعني في أعماق الصحاري. ما يعني بالنسبة للسهولة نتاع الرسالة باش تبلغ، الإذاعة هي الصوت الحميمي اللي أدي الواجب أحسن من غيره. استطاع قطاع الاتصال في الجزائر أن يحقق تطورا كبيرا، وكل هذا أكيد خدمة لهذا الوطن المفدى.